بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الدرس الماضي أمس بدأنا بالكلام عن أدوات القراءة الصحيحة، ودرسنا قسما منها، وقمنا بتدريب أيضا. اليوم سنكمل بقية الأدوات ونكمل التدريب كذلك، وننتقل إلى تحرير النص بعد ذلك. فما زلنا الآن في القراءة الصحيحة للنص. ذكرنا في الدرس الماضي ربما يعني 9 من هذه الأدوات. قلنا استكمال مستويات القراءة، استحضار المتفرقات من مواد النص، إدراك العلاقات النصية يعني المصادر التي يستفيد منها والمصادر التي تنقل منه، وفرة المصادر عند المحقق، معرفة مناهج المؤلفين، يعني هل من منهج علماء هذا الفن أن يستعملوا هذه العبارات أم لا، معرفة اصطلاحات العلوم. قلنا أحيانا إنسان يحقق في غير تخصصه فتأتي عليه اصطلاحات لا يعرف أن يقرأها، لكن لو كان متخصصا يعني ربما الكلمة حصل فيها خطأ تحريف، لكن يستطيع أن يقدر لأنه عنده اطلاع على المصطلحات المستعملة في هذا العلم. تنوع النسخ وتعددها وجودتها، قلنا تنوع النسخ بمعنى من عائلات مختلفة، تعدد النسخ أكثر من نسخة، وجودة هذه النسخ، الإفادة من النسخ غير المعتمدة تكلمنا في هذا، وإدراك تقاليد النساخة والنسخة، يعني العرف المستعمل عند النساخ بشكل عام وعند ناسخ المخطوطة التي عندي بشكل خاص. إدراكي لهذه الأعراف، هذه المصطلحات، الأساليب، يسهل علي القراءة الصحيحة جدا. الآن من هنا نبدأ نستمر. 10 وتوظيف خوارج النص، يعني المحقق يستفيد من خوارج النص، ليس بمعنى أن ينقلها جميعا إلى تحقيقه، هناك كثير من خوارج النص ليست من النص فأنت لا تنقلها في التحقيق، لكن ربما تستفيد منها. يعني أمس مثلا كان عندنا مثال بحث على السند، ثم رأينا تعليق قال المناقشة في السند ليست من شأن المحصلين، فربما مثلا في المتن بحث على السند مثلا السين لم تكن واضحة، هل هي بحث على أو النون لم تكن واضحة، بحث على السد مثلا النون لم تكن واضحة على سبيل المثال، هل هي بحث على السد أو بحث على الشد، فلم أعرف أقرأها مثلا، لكن في خوارج النص مكتوب المناقشة في السند ليست من دأب المحصلين، وضحت لي الكلمة مع أنه فائدة هذه ليست من النص، لكن جاءت الكلمة التي لا تقرأ في المتن جاءت في خوارج النص تسهل علي القراءة. أحيانا يكتبون على في خوارج النص على الهامش كلمة ويقولون بعدها صح كما رأينا أمس، هذا من أصل المخطوط. إذا أحيانا يكتبون كلمة يكتبون نون خاء يعني نسخة، وهذا يعني نسخة أخرى. أحيانا يكتبون كلمة أو جملة ويكون منه يعني من تعليقات المؤلف. أحيانا يكتبون كلمة ويضعون تحتها بيان، يكون عندي كلمة في المتن غير واضحة فيكتب على الهامش كلمة ويكتب تحتها بيان، يقصد بهذا إنه هذا فقط يعني هو لما كتب الكلمة في داخل المخطوطة ما كانت واضحة وحاول أن يصلحها بالقلم مرة أخرى، فصار يعني القلم فوق القلم صار ثقيلا، تداخلت الحروف يعني فسدت الكلمة عنده، لم يعرف أن يكتبها. أحيانا أنت لما تكتب كلمة تخطئ في حرف تعود بالقلم تصحح فتصبح الكلمة يعني مليئة بالحبر ولا تقرأ، فيحصل هذا عند النسخ، فيكتب على الهامش الكلمة من جديد، نفس الكلمة يكتبها على الهامش ويكتب تحتها بيان، يعني يقول أنا فقط أريد أبين لك ما هذه الكلمة، هذا لا تصحيح ولا نسخة ولا شيء، بيان فقط.
فأيضا هذا مثلا يستفيد منه المحقق. الوقوف على أنواع الخطوط، يعني تعرفون في الخط العربي هناك أنواع كثيرة، يوجد مثلا خط النسخ، يوجد الخط الكوفي، خط الأندلسي، خط الثلث، وفي المتأخرين يوجد الرقعة والديواني وهكذا، خطوط كثيرة، وكل خط من هذه الخطوط له أسلوبه، والناسخ قد يكون متقنا يعني يلتزم بقواعد هذا الخط، وقد يكون غير متقن، يعني نصف الكلمة أو نصف السطر يكتبه يكون نسخ، في النصف الثاني يكون أصبح أقرب إلى الكوفي مثلا، في كلمة يكون مثلا نسخ، في كلمة يكون رقعة، هذا الناسخ غير متقن لخط واحد. نعم، ما فائدة هذا الكلام؟ فائدته عندما تأتي كلمة غير واضحة أحاول أن أقرأها، لا أعرف أن أقرأها، هل أرجع إلى قواعد النسخ؟ يعني مثلا تعرفون في قواعد النسخ في بعض الخطوط مثلا العين تكتب مغلقة في وسط الكلمة، أقصد العين في وسط الكلمة تكتب مغلقة، يعني العين تكتب هكذا يغلقها الناسخ، هذه عين، والغين تكتب أيضا مغلقة، هذه غين، لكن الفاء تكتب مفتوحة، والقاف أيضا تكتب مفتوحة في وسط الكلمة. طبعا أنا أتكلم، فأحيانا أنا لا أميز هل هذه غين أو فاء، يكون الخط يعني غير واضح كثيرا، الناسخ مع العجلة غير واضح. نعم، ف يعني مثلا كتب مثلا هكذا، فهل هذا فيل أو هذا قبل مثلا؟ نعم، مثلا ال، نعم، هل هذا الفيل أو القبل أو القبل مثلا؟ فالخط غير واضح، النقاط غير واضحة، يعني هذه فيها طول، لا هي نقطة ولا نقطتين، فأحيانا نشك في كلمة. فالآن ننظر هل هو أغلق الحرف أو يعني تركه مفتوحا، لكن متى أنا ألجأ لمثل هذا؟ إذا كان الناسخ ملتزما بقواعد الخط، أنا أمشي على النسخة عدة مرات أعرف أسلوب الناسخ، فإذا كان هو ملتزم بقواعد الخط فالآن إذا كانت مغلقة إذن عين أو غين، إذا كانت مفتوحة إذن فاء أو قاف، لكن إذا الناسخ غير ملتزم لا تستطيع تستعمل هذه القرينة أو الأداة، فلا بد المحقق يكون عنده تنبه لمثل هذه التفاصيل. نعم، ويعني يحاكم الناسخ بحسب أسلوبه. نعم، فالوقوف على أنواع الخطوط هذا يعني يسهل للمحقق القراءة الصحيحة، خصوصا كما قلنا إذا كان الناسخ ملتزما بقواعد الخط. مثلا في الخط الأندلسي، تعرفون الخط الأندلسي يعني الخط قريب من الكوفي ولكن له خصوصية. نعم، في الخط الأندلسي يكتب مثلا حرف القاف، نعم، بنقطة واحدة، فالذي لا يعرف هذا يقرأه فا، لكن الفاء عندهم تكتب بنقطة من تحت. نعم، الفاء في الخط الأندلسي توضع النقطة تحت، أما القاف فتوضع نقطة واحدة من فوق، فالذي لا يعرف هذا يرى في كل النسخة حرف القاف نقطة من فوق، فإما أن يعني لا يتنبه فيكتبها فاء، أو يتنبه أن هذا يجب أن يكون قاف فيتهم النسخة بالضعف، يقول هذا الناسخ ضعيف دائما يكتب حرف الفاء بنقطة القاف بنقطة واحدة، فإما أن تخطئ أنت في القراءة وتكتب خطأ، أو أن تكتشف الصواب ولكن تتهم الناسخ بالخطأ، لكن هو ليس خطأ، هذا هو قاعدة ذلك الخط أصلا. نعم، فلا بد من التنبه لمثل هذه الأمور. الخطوط الأخرى أيضا هكذا في الخط الأندلسي
لا لا فقط في هذا. نعم نعم. في كثير من الخطوط يعني مثلا يكتبون حمل، نعم حمل، نعم، ثم يضع تحت الحاء حاء صغيرة. لا حمل هو بالحاء، ولكن يضع تحت الحاء حاء صغيرة، طبعا مع الخط والازدحام الأسطر والخط يكون صغير يظهر هذا كأنه نقطة، لكن أنت لو تكبر تجد أن هذا حاء وليس نقطة. نعم. تحت الصاد يضعون أيضا صاد صغيرة. نعم. هذه نسميها علامة إهمال. تعرفون الحروف المهملة الإهمال بدون نقطة، والإعجام بالنقطة يعني. لأن الجيم منقوطة، الخاء منقوطة، الحاء غير منقوطة، لكن قد يأتي حبر بلا قصد، قد يأتي من خلف الورقة، أنت تكتب في الصفحة ثم تقلب الورقة تكتب من الخلف، فأنت تكتب من الخلف، إذا كان الحبر كثيرا قد يخرج من الطرف الآخر، فربما يخرج من الطرف الآخر يخرج هنا فتصبح جيم، أو يخرج هنا تصبح خاء. نعم. قد يأتي حشرة من الحيوانات، حشرة صغيرة، وتأكل من الورق شيء فيصبح كأنه نقطة. الرطوبة قد تفعل هذا، يعني أسباب كثيرة. لذلك الناسخ يريد أن يحافظ على الحاء أن لا تأتيها نقطة بلا قصد، فيكتب تحتها حاء صغيرة أنه انتبه هذا حرف مهمل ليس له نقطة، حتى لو رأيت له نقطة الآن أقول هذه النقطة جاءت بلا قصد. كذلك الصاد، لأن الضاد منقوطة، فلما يكتب صاد يخشى أن تأتي نقطة بلا قصد فيكتب تحتها صاد. نعم. هذه في الحروف يعني غير في العين أيضا يستعملونها. نعم. يأتي عين ويأتي غين، في العين يكتب تحتها عين هكذا صغيرة. نعم. فهذه علامة إهمال. فالمقصود هنا كما نشرح أنه الوقوف على أنواع الخطوط وكيف كل خط ينقط ويهمل، يعني يبين نقطه ويبين إهماله، وهذه الأمور هذا الشيء مهم جدا للمحقق. وعندنا في ديارنا في المخطوطات قد يوضع العلامات التي يسمى الإحمال في ثلاثة الحروف، في الحاء بداية، في السين وفي الهاء. الهاء نعم، لأنه الهاء أحيانا تلتبس مع الميم، أو يعني خصوصا يعني نعم الهاء قد تشبه الميم أحيانا. نعم. السين أيضا كثيرا يضعون لها. نعم. هناك أيضا يعني شيء مهم في هذا السياق، وهو أنه نحن في الأكثر يعني عندما نقرأ المخطوط في أكثر القراءات نهتم بعدد الأسنان أكثر من اهتمامنا بالنقاط. يعني مثلا كتب هكذا، كتب مثلا الناسخ هكذا، ماذا نقرأ هذا؟ يبين. ممكن أن يقرأ يبين، ممكن أن يقرأ يبني، لأنه وضع ياء نقطتين ثم باء ثم نون ثم ياء، هكذا النقاط خدعتنا. نعم. بعينك تمسح النقاط كأنها غير موجودة. نعم. الآن انظر لعدد الحروف، لو قلنا مثلا حرف حرفين ثلاثة أربعة خمسة، إذا يبني سيكون هكذا، ينبني ينبني الناسخ، لكن لم يضع النقاط في مواضعها الصحيحة، وضع هكذا. الأصل كان النون هنا والباء هنا، الأصل هذا يكون هنا وهذا يكون هنا، ينبني، أو هذا يبقى مكانه ونسي النون الأولى يعني. فلا نهتم بالنقاط كثيرا، لأنه حتى نحن عندما نكتب بالعجلة الآن وأنت تكتب متعجلا
لا تأتي النقاط في أماكنها. نعم هذا وأنت يعني مهتم، يعني نحن في عصر النقط، يعني لسنا في عصر نترك النقاط، نحن في عصر لا يمكن نكتب بدون نقطة، ومع ذلك من السرعة تأتي النقاط في غير مواضعها. فكيف قديما لما كان أصلا النقط ليس شيئا أساسيا في الكتابة، مادام في عصر ما كان شيء أساسي، كان موجود لكن ليس شيء أساسي، فيعني التساهل فيه مادام هو ثانوي يكون أكثر منا، نحن عندنا أساسي ونتساهل فيه. نعم فلذلك لا تنخدع بموضع النقاط كثيرا، عدد الأسنان هو الأهم، يعني الناسخ يهتم أن يضع عدد الأسنان كما في النسخة الأولى التي ينسخ منها، يهتم بهذا الناسخ. نعم لذلك هذه الصيغة منتشرة في هذا الأسلوب، يعني في تعبير أسلوب الكتاب منتشرة في الأندلس فقط، مسألة الفاء والقاف. نعم هذا فقط في الأندلس. نعم أيضا من المهم في القراءة الصحيحة أن تنتبه إلى عندما تعد الأسنان، قلنا هذا شيء مهم، وأن تنتبه إلى طول الأسنان. عادتهم إذا اجتمع السين مع الحروف مثلا الباء أو التاء أو النون أو الياء، يعني السن الواحد، إذا أنا أريد أكتب سين نعم وحرف آخر بعده، فالسين ثلاثة وهذا الحرف سيأتي، مثلا كلمة سيأتي. نعم فهل أحيانا نحن ماذا نفعل؟ نكتب ثلاث أسنان ثم نبتعد قليلا ثم نضع السين هنا، صحيح هكذا في الخط الحديث، لكن الناسخ لا يهتم بهذا كثيرا خصوصا مع التعجل، يعني عنده عمل، هذا عمل بالنسبة له، فلذلك تأتي الأسنان هكذا. نعم انظر واحد اثنين ثلاثة أربعة، فهل هذا سين ثم ياء مثلا، أو هذا ياء ثم سين، يعني هل هذا سا ياء أو يسأل مثلا. نعم طبعا شكل الكلمة يسهل لك، نعم لكن أحيانا تكون تحتمل القراءتين. نعم فهنا الناسخون يهتمون ب، يعني ليس دائما كل الناسخين، ولكن يعني أحد الأدوات التي نراعيها بطول الأسنان، يعني إذا رفع السن هكذا ثم فعل هكذا، إذن هذا الحرف مختلف عن السين، إذا فعل السين هكذا ثم أطال هذا الحرف فهذا الحرف إذن مختلف عن السين. الحرف الأول طبعا يكون أطول قليلا في السين، نعم ولكن هنا الطول أو أعلى يكون. فبعض النساخ يعني خصوصا إذا كان ناسخ يعني جيد متقن يميز في هذا، فإذا رفع السن من البداية يكون هذا حرف قبل السين، إذا رفع السن الرابع إذن السين أولا ثم هذا الحرف. فالمحقق لابد يدقق في هذه التفاصيل، طبعا هذه التفاصيل يعني لا يمكن حصرها، يعني نحن نذكر نماذج أمثلة، والمحقق بعد ذلك خلال تدريبه خلال أعماله س يعني يحصل على نماذج أخرى يعرفها لوحده، سيكتشف لوحده ذلك، لأنه لا ينحصر. نعم يعني لأنه يتغير كثيرا ما بين نسخة ونسخة من ناسخ إلى ناسخ، ولكن هناك يعني مثل طريق عام يعني يستعملونه للتمييز، فأنت عندما تعرف طريقة طريقتين ثلاثة أربعة خمسة يصبح عندك يعني العقل يستطيع أن يقيس طرق أخرى حسب النص الذي عندي. نعم وأكتشف أن الناسخ أراد أن يميز لي كذا في هذا الموضوع. طيب الأداة الثانية عشرة هي توظيف ثقافة المحقق، هذا أصلا تكلمنا فيه أمس، أنه النص حتى لو كنت أنا اخترت نصا في مجال اختصاصي ولكن النص قد يستطرد ويخرج إلى علوم أخرى،
فلذلك المحقق يكون عنده ثقافة واسعة، وهذه الثقافة لابد أن يوظفها، يستثمرها في تحقيق هذه النصوص فيحصل على قراءة صحيحة. لذلك كلما كان المحقق متنوع المعارف، يعني هو متخصص في فن ولكن عنده تنوع اطلاع على التخصصات الأخرى ومعرفة بها، كلما كان المحقق أكثر تنوع في المعارف والعلوم كلما كان يعني تحقيقه أكثر إتقاناً. فبعض المحققين عنده ثقافة واسعة ولكن أيضاً لا يستفيد منها كثيراً في التحقيق، نعم، يعني لا يحاول مثلاً أن يستعمل ثقافته، يقول لعل هذا مثلاً الآن ليس على اصطلاح المحدثين، هذا على اصطلاح الأصوليين، هو عنده أصلاً يعني خبرة في الأصول ولكن يعني لا يحاول أن يعني بسبب العجلة أو كذا لا يحاول أن يستفيد منها، هذا أيضاً إشكال. فلا بد يعني بعض الناس ليس عنده هذه الثقافة فيكون نقص، بعض الناس عنده ثقافة ولكن لا يستفيد منها، نعم، لكن المحقق الجيد هو الذي يوظف تلك الثقافة في قراءة المخطوطات، نعم. أيضاً فطنة المحقق وخبرة المحقق. المحقق طبعاً الخبرة، لو بدأنا بالخبرة أكيد المحقق في أول عمل ثاني عمل له سيحصل له أخطاء في القراءة، هذا لا شك فيه، لكن المحقق يعني الخبير بعد تجارب طويلة اطلع على يعني طرق الكتابة، اطلع على أنواع الخطوط، اطلع أيضاً يعني أخطاء النساخ، يعني حتى المحقق عندما يشتغل على كتاب ويكتشف أخطاء النساخ يصبح عنده خبرة أين النساخ يخطئون عادة، نعم، فيصبح أحياناً وهو يقرأ مباشرة يقول الناسخ سيخطئ الآن فيقرأ ويجد الخطأ، يعني يتوقع موضع الخطأ قبل أن يحصل أحياناً. فالخبرة الطويلة تصبح يعني يصبح عند المحقق حس إحساس بالصواب والخطأ، بالقراءة الصحيحة، بالكتابة الصحيحة، بموضع التصحيف، بموضع السقط وهكذا، نعم، هذا نتيجة الخبرة الطويلة. ولا بد يكون عند المحقق أيضا يعني زيادة على الخبرة الفطنة. الفطنة يعني أن يكون عنده يعني سرعة بديهة، ذكاء، نعم، إنه عقله يعني يضع أمامه احتمالات كثيرة للقراءة الكلمة وهو تراه يقرأ لكن عقل مباشرة يضع أمامه احتمالات، يعني والعين تمشي يكون عقل مباشرة يعطي العين 4-5 احتمالات في كل كلمة، فهو يقول لا هذا ليس كذا هو كذا ثم يمشي مباشرة. طبعا هذا يحتاج تدريب طويل ولكن أيضا هذا استعداد خلقة، يعني هذا موهبة من الله تعالى وهبها لبعض الناس، نعم. فالمحقق يعني ليس كل إنسان يصلح للتحقيق، بعض الناس عالم مثلا يكون عنده علم ومعرفة بالعلوم وقدرة على شرح المسائل وقدرة على يعني توضيح الصعاب ولكن ما عنده قدرة على التحقيق، يعني ما عنده خبرة أولا أو ما عنده استعداد، يعني ليس يعني عقله ليس أنه عندما يقرأ يضع له احتمالات في كل كلمة حتى يقرأ قراءة صحيحة، فترى إذا قرأ يعني يخطئ في وضع الكلمات لكن يفهم المعنى بشكل عام ويستطيع أن يحل المسألة ويشرح لك المسألة، لكن في كل كلمة لا يدقق عقله ولا يعطي احتمالات لكل كلمة، فترى قد يخطئ في هذه الكلمة قد يخطئ ولكن في الجملة هو فاهم للمعنى. فلذلك هذه الفطنة والخبرة من المحقق يكون جيدا ويساعده على القراءة الصحيحة. أنا أذكر مثلا أول كتاب أنا عملت عليه كان كتاب شرح وصية الإمام أبي حنيفة للبابرتي، وكان عندي نسخة أولى بدأت العمل عليها وجدتها في الأردن، كانت النسخة
في مكتبة الجامعة الأردنية، فوجدت هذا الكتاب وكان له نسخ في تركيا، فطلبت النسخ من صديق من تركيا، لكن ذلك الوقت كان يعني الأمر فيه صعوبة، يعني بعد شهر شهر ونصف تأتيك النسخ. فخلال الشهر والشهر والنصف قلت أنا أبدأ يعني من نسختي التي عندي. طبعا هذا ليس جيدا، يعني الآن بعد يعني عملي في التحقيق ومعرفتي بقواعد التحقيق، هذا الذي أنا فعلته كان هناك خطأ، يعني لأني بدأت من النسخة الأضعف، نسخت منها وبدأت يعني أعمل عليها وهي النسخة الأضعف، ثم جاءتني النسخ فوجدت النسخة الأصح وصرت أعدل، يعني أنا أثبت من الأضعف الآن أعدل من النسخة الأصح وأضع الذي أثبته تحت. يعني يمكن أن تعدل تستدرك، ولكن هنا يحتاج جهد إضافي، نعم يعني يأخذ وقت زائد ويأخذ جهد زائد، وقد تسهو، يعني ربما كلمة تنسى أن تبدلها فتبقى على النسخة الأضعف، لكن لو من البداية أنت نسخت من النسخة الأدق تأمن من هذا الخطر. نعم، على كل حال يعني كنت مبتدئا في ذلك الوقت في التحقيق، وعملت بدأت من النسخة الأضعف. فجاءت عندي عبارة إنه السلف الصالح كانوا متمسكين بخيط العتاد، هكذا كانت العبارة، السلف الذين كانوا متمسكين بخيط العتاد. فالعبارة تقول يعني أن السلف الذين كانوا متمسكين بخيط العتاد، يعني معنى العبارة بعد ذلك أنه لم يسلكوا هذا الطريق، يعني مع تمسكهم بخيط القتاد بخيط العتاد لم يسلكوا هذا الطريق، يعني هو يريد أن يقول هذا الطريق غلط، لأن السلف مع اهتمامهم وتمسكهم بخيط العتاد ما سلكوا هذا الطريق. لكن ما معنى خيط العتاد؟ بدأت أبحث في المعاجم في كذا، ليس لها معنى. نعم، فكتبت سؤال إلى أستاذنا الشيخ محمد عوامة، كان في ذلك الوقت يعيش في المدينة المنورة، وأرسلت له سؤال فأرسل إلي الجواب. انظر الأستاذ ما عنده النسخة أصلا ولا عنده أي نسخة للكتاب، فمباشرة أرسل لي الجواب يقول هذا تحريف والصواب بخرط القتاد، بخرط القتاد، حصل تحريف في الراء أصبحت ياء والقتاد أصبحت عتاد. طبعا الرسم قريب كما ترون، لأنه أحيانا يكتبون الراء وتأتي الطاء هكذا، نعم انظر كتبت أنا هكذا بخرط ثم تأتي الطاء هكذا، نعم. فالآن الناسخ لما ينسخ من هذه النسخة قرأها خيط فكتب بخيط في نسختنا، يعني هذه تكون في النسخة الأصل عند الناسخ، لما هو نسخها قرأها غلط فنسخها هكذا. فالأستاذ من أين عرف أنه هذا بخيط العداد هو بخرط القتاد؟ نعم، أولا خبرة، أنه كيف الحروف يمكن تتحول، أنه العين ممكن تكون قاف مثلا، خيط ممكن هذا يكون مثلا حرف آخر، يعني هو أظن حتى عرف هذا وضع احتمالات، يعني أو عقله مباشرة أعطى احتمالات، هل ممكن يكون مثلا حنط مثلا، يعني أي يعني وضع عنده احتمالات كثيرة. نعم، هذا الخبرة والفطنة. ثم الثقافة، ثقافته الواسعة القديمة، أنهم يستعملون خرط القتاد، وفي الأمثال يقولون مثلا هذا الأمر دونه خرط القتاد، يعني هذا الأمر صعب جدا دونه، يعني قبل أن تصل إليه يجب أن تخرط القتاد. القتاد هو نوع من الشوك، نبات شوكي، يعني يعني لا يمكن يؤكل، شوك، نعم، ومنه سمي قتادة، الراوي المعروف عن قتادة عن أنس يأتي في كتب، قتادة هو هذا اسم نبات شوكي، نعم، لا يمكن يعني يؤكل. الخرط هو ماذا؟ يعني خرطه، قطعه، أكله، هكذا، نعم.
يعني خرط الشيء إما أن تقطعه بيدك أو بأسنانك. نعم. فيقولون هذا الأمر دونه خرط القتاد يعني أمر صعب جدا. فيقول السلف الذين كانوا متمسكين بخرط القتاد يعني كانوا متمسكين بالدين ولو كان في غاية الصعوبة، نعم، ما سلكوا هذا الطريق. نعم، العبارة استقامت تماما. فأنا فرحت بهذا الجواب. ثم جاءتني النسخ بعد مدة، جاءتني النسخ الأخرى ففيها ثلاث نسخ أخرى فيها كلها بخرط القتاد. نعم. نعم، فيعني فطنة المحقق وخبرة المحقق أمر مهم جدا في القراءة الصحيحة. وطبعا الإنسان مهما كان يعني عنده خبرة يبقى بشرا، يعني خبرته ليست تامة 100%، ومهما كان فطنا قد يسهل العقل وقد يعني يغفل في بعض الأمور. لذلك هذا يدخلنا إلى الإفادة من تجارب المحققين، إنه مهما كان لك خبرة لكن يمكن أن تستعين بخبرة غيرك أيضا. نعم، والمحققون كثيرا ما يتواصلون فيما بينهم، إنه أنا عندي يعني هذه الكلمة ما كيف أنت تقرأها. نعم، يعني على سبيل المثال أنا كثيرا ما أرسل للصديق، وهذا الصديق كثيرا ما يرسل إلي، نعم، يقطع فقط الثلاث أربع كلمات من المخطوطة ويقول مثلا هذه الكلمة كيف تقرأها، فأنا أقول ممكن أقرأ كذا، يمكن أقرأ كذا، يمكن أقرأ كذا. واحد آخر يقول أو هو يرسل إلي كيف يمكن تقرأ هذا، أقول له كذا، أو أنا أرسل له هو يقول ممكن نقرأ كذا. لكن يعني عادتنا أنه أنا أقول له أنا عندي قراءة محتملة، يعني أنا احتمال أقرأ هذا مثلا 70% عندي احتمال يقرأ هكذا، لكن عندي شك، فأنا أسأله ولا أقول له أنا قرأت هكذا حتى لا أؤثر عليه. لأنه عين الإنسان يعني إذا أنا أعطيك جملة وأقرأها لك أو أقول لك أنا أقرأها هكذا، نصف الاحتمالات التي يمكن العقل يخرجها ينساها، لأنك أنت تحصر العقل في قراءتك أو ما يشبهها. لكن ضع له الاحتمالات مفتوحة، قل له هذه عبارة كيف تقرأ. أحيانا يقرأ قراءة مخالفة لقراءتي ويكون مثلا أصح، أحيانا يقرأ نفس القراءة التي قرأت أقول وأنا وصلت إلى هذه النتيجة. لكن يعني لا تحصر يعني عقل صديقك لما تسأله، لا تحصره في قراءتك أنت. نعم، فالإفادة من تجارب المحققين يعني مهم في مثل هذا. توظيف السياق، نعم، يعني كلمة غير واضحة، لا ممكن أحيانا نرجع مرة مرتين إلى أربع خمس أسطر حتى نقرأ السياق مرة أخرى، مرة مرتين ثلاث، حتى نفهم هذه العبارة حسب السياق ماذا تناسب. لكن هنا يجب أن تنتبه أن تكون مناسبة للسياق ومناسبة للرسم. يعني أحيانا أنت تضع كلمة مناسبة للسياق لكن بعيدة جدا عن الرسم، مختلفة تماما، يعني لا يمكن حتى لو حصل تحريفات مثل خيط خرط بعيدة جدا، إذن هذا ليس هو الذي كتبه الناسخ. فبعض الناس يعني يضع بحسب السياق ولكن يضع كلمات من عنده، هذا ليس الكلام المؤلف أصلا وليس ما في النسخة. نحن كما قلنا في الدروس الأولى نحن نحتاج وثيقة تاريخية في النهاية لما تكتب، أنت لست مشارك في التأليف، فليس تقول المناسب للسياق كلمة كذا فأضعها، هذا خطأ يقع في كثير من المحققين. نعم، فلا بد من التوازن، إنه أنا أبحث عن الكلمة المناسبة للسياق والقريبة من الرسم. نعم، هذا الذي نثبته في نهاية الأمر. والتأني والتأمل وكثرة المراجعة طبعا هذا يعني مهم في هذا السياق أيضا. لعلي أخرج مثال فقط لهذه المسألة، أنا فعلت هكذا فقط لأني سأدخل على رسالة شخص يعني خاصة. نعم،
مثلا يعني قبل أيام أرسل لي صديق هذين السطرين ويعني استشارني في قراءة الكلمات التي في الأسفل. نعم. هنا لم يستطع أن يقرأ هذا. ولما لا ماذا يريني كأنها الفقراء ولا كأنها تسلى الواقعات التي وقعت على الفقراء. نعم الطالبين. فأرسل لي فقط آخر سطرين وقال يعني لم أستطع أن أقرأ هذا وهذا. نعم. فأنا يعني حسب السياق أو حسب الموضع ولما لا يريني ولكن يعني ليس لها معنى. فأنا يعني قرأت ولما لا يرثى الفقراء. الرثاء تعرفون ما يقال من الشعر في مدح الميت بعد موته. فكأنه يقول أنا هكذا توقعت في البداية إنه الفقير إذا مات لا أحد يهتم به ولا يرثى، الغني إذا مات يمدحونه ويرثونه وهكذا. فالمؤلف ينكر هذا يقول لما لا يرثى الفقراء ولا تسلى. أنا هكذا قلت من التسلية ولكن تسلى الواقعات يعني يسلى الناس بالواقعات مثلا. العبارة ركيكة أصلا. فقلت له هذه قراءة الأولى ولكن يعني أريد أن أرى السياق. أنا أتيت بهذا المثال من أجل السياق كما قلنا، أريد أن أرى السياق. نعم. فأرسل لي صفحتين من المخطوطة كما ترون، هذه الصفحة والصفحة التي بعدها. فيقول وأساس الإيمان حب آل محمد عليه السلام أيها السالك، إذا سألتني لما لا تكون خلوة في هذه العتبة العالية الشريفة البخارية أو النجارية. هنا يجب نرجع للمصادر، هل هناك عتبة بخارية أو عتبة نجارية في البيئة التي عاش فيها المؤلف وهكذا. لكن البخارية يعني كأنها أقرب، رفعها الله تعالى في الدنيا والآخرة. لما لا تكون خلوة، بدأ يسأل لما لا تكون خلوة في هذه العتبة الشريفة، ولما لا يفعل شيء للفقراء يعني، ولما لا ولا أيضا شيء الواقعات التي وقعت على الفقراء. طيب إذن هو يتكلم عن خلوة في عتبة، أيها السالك، عن الصوفية. بدأنا نفهم السياق أكثر. نعم. فالصوفية كان أعرف يجتمعون في الخلوة أو في يعني زاوية أو في تكية أو كذا. فيقول لما لا يفعلون كذا لا يفعلون كذا، بدأنا يعني يتضح. طيب الواقعات التي وقعت على الفقراء الطالبين نعم الصادقين كما يروى في باب المشايخ، مع أنه قلت أو قلت في صدر الأوراق هو الفاضل والمفضول بالقرآن العظيم وبحديث الرسول الكريم، أجيب إلى سؤالك بأن هذه الطائفة على أربعة أقسام. لكن لاحظوا الحل أين؟ كما يروى. إذن لأنه يقول لما لا يروى شيء كما يروى في باب المشايخ، يعني في باب المشايخ يعني علماء الصوفية أو مشايخ الصوفية يروى قصصهم والحكايات وكذا، لكن في الفقراء يعني الطلاب السالكين الطريق لا يذكر حكاياتهم وكذا. يعني دائما يقولون حكايات الجنيد، حكايات مثلا الشاذلي، حكايات كذا، أما لا يذكرون حكايات الطلاب أيضا. كما يروى هي التي تحل المشكلة، لأنه قال لما لا يفعل كما يفعل. يعني أقول مثلا لما لا تشرب الشاي كما يشرب فلان، إذن يعني لابد من المقابلة في كلمتين.
إذا نرجع الآن إذا هذه ولما لا ير هذا لابد أن يكون يروى. طيب هل يروى الفقراء؟ في الفقراء. إذا هذه في الذي هي التاء والياء تقريبا هي مكتوب كأنها تاء وياء، تعرفون في الخطوط يكتبون الياء أحيانا بهذه الطريقة، يعني في مثلا يكتبونها هكذا، تي مثلا يكتبونها هكذا، نعم يأتي مثلا ممكن يكتبون في بعض الخطوط هكذا يأتي، نعم. فإذا هذا ير و في الفقراء فنفعل هكذا، ير الوا سقطت من الناسخ، نعم. ولما لا يروى فنضعها بين قوسين معقوفين، هذه الزيادة من المحقق ليس في النسخ، وفي كما هي. ولما لا يروى في الفقراء يعني يروى القصص في الفقراء، ولا يعني قرأنا أول شيء تسلى، ولكن تسلى تسلى ليس لها معنى الآن، نحن نتكلم عن رواية عن حكاية، تحكى تسأل، ماذا يمكن نضع احتمالات أخرى؟ أها ماذا نحن نريد؟ نعم يعني أنتم اقتربتم يعني رواية حكاية، نعم. ولما لا تتلى، نعم. ولما لا تتلى الواقعات، لا تتلى تروى وتتلى، تتلى تقال يعني، نعم. تتلى ترسم هكذا، نعم. الناسخ يعني ابتعد عنها كتبها هكذا، يعني في النسخة الأولى قد تكون هكذا مثلا تتلى، فالناسخ لم ينتبه فكتبها هكذا، ناسخنا الجديد، نعم. ولا تتلى الواقعات، فصارت العبارة ولما لا يروى في الفقراء ولا تتلى الواقعات التي وقعت على الفقراء الطالبين الصادقين كما يروى في باب المشايخ. لماذا لا تروى في باب الفقراء ولا تتلى حكايتهم كما تروى الحكايات في باب المشايخ؟ استقامت العبارة، نعم. هكذا يعني التحقيق. ليش هذا خطأ المؤلف؟ خطأ الناسخ. الناسخ؟ نعم، لأنه هذا ليس بخط المؤلف. فال يعني كما ترون هنا استعملنا أكثر من أداة، وهكذا التحقيق، يعني أنت تحتاج خبرة وتحتاج أيضا إلى السياق وتحتاج إلى معرفتك بطرق النسخ، كيف قلنا هذه طريقة الفي مثلا، نعم. فهنا اجتمع في ذهننا طرق الكتابة، أنواع الخطوط، السياق، الاحتمالات، فطنة، خبرة، كلها جمعناها معا حتى أخرجنا العبارة الصبر، نعم. طبعا يشير يعني لا يغير ويمشي، يقول مثلا تتلى ويقول في الأصل ولا تسلى، نعم. يروى كما قلنا يضع بين قوسين، نعم، لا يغير لوحده، لأنه لابد تعطي القراءة أو الرسم للقارئ، لأنه يعني ربما أنا وضعت احتمال وقلت تتلى هو أفضل احتمال، لكن ربما يأتي قارئ ويقول لا هناك احتمال أفضل، يعني مثلا لو واحد لو أنا قرأت هذا مثلا تشكى مثلا، لو أنا قلت هذه ليست سين شين واللام هذا كاف وربطته بالسياق بطريقة معينة مثلا، يعني صار عندي مع السياق مقبول، لكن يأتي واحد يقول هذا اجتهادك قراءتك، لكن قراءتي واحد يقول تتلى ويكون هو الأفضل مثلا. فلذلك أنا لا أغير وأمشي، إذا غيرت وأمشي القارئ لن يضع احتمالات أخرى، لكن أنا أقول للقارئ في الأصل كذا، يعني وأصلحته أنا بحسب السياق، أو أصلحته من مصدر كذا، يعني ممكن أنا أصلح من مصادر نقلت عن المؤلف، نعم. هذا سيأتي معنا في التحرير بعد قليل أصلا. فالمهم يعني أعطي القراءة الأولى
أو الرسم الموجود للقارئ أثبته له وأعطيه قراءتي حتى أقول له هذا اجتهادي، قد أكون أصبت، قد أكون أخطأت، ربما أنت تصل إلى اجتهاد آخر في المسألة. نعم. طيب أصلاً انتهينا من هذا. نعم. الآن نعود إلى المتن الذي كنا نتدرب عليه أمس. وقفنا عند نعم الإسلام صحيح، عين اليقين وحق اليقين، قرأنا هذا أظن هنا صحيح، وقفنا هنا في المقابلة أمس. طيب نتابع المقابلة الآن من باب التدرب، ولأنه في الدرس الثاني يعني سندخل في تحرير الفروق بين النسخ. نعم. طيب من يحب أن يقرأ؟ واحد يقرأ والباقي يتابع من النسخ. من؟ نعم. الإسلام. الإسلام هو انقياد العبد لأوامر الله تعالى، يعني قبول أوامره منه وإطاعة نفسه، لله إليه الإحسان الآن، وإطاعة نفسه إليه. الإحسان هو أن يعبد الله تعالى، أن يعبد الله كأنك ترى. نعم. هنا انظروا في النسخة، الإحسان هو أن أصلا هو كتب كأنه يعيد، ولكن هو مباشرة قرأ يعبد، يعني العقل أعطاه احتمال لا يمكن يكون يعيد، يعبد الله. طيب نكمل السياق، كأنك تراه، إذن يعبد أو تعبد؟ تعبد. لذا قلنا لا نهتم بالنقاط كثيرا، النقاط يمكن أن نغير فيها، هذا ليس شيء دقيق جدا في المخطوطات، النقاط النساخ يتساهلون فيها. لو قال يعبد الله كأنه يراه، لكن كأنك تراه، إذن للخطاب تعبد. تمام. هذا نصحح، ويعني إذا كان فرق يعني مثلا نون أو تاء هذا لا نشير إليه. نعم. أما إذا كان له وجه يعني محتمل أن يقرأ بقراءة أخرى، نعم، فنشير إليه، نقول مثلا في النسخة كذا تعبد، في النسخة كذا يعبد، أو نثبت تعبد نقول في لام يعبد، لكن هنا ليس مهم، يعني واضح من السياق تعبد. فإن لم تكن تراه، لاحظوا فإن، لاحظوا فإن كتب الفاء هناك والنون هنا. نعم. هذا طبعا لا يصح في العربية أبدا، ولكن الناسخ يعني فعله. هذا إذا تكرر في النسخة، يعني مرة ممكن يعني اضطرارا فعله، لكن إذا تكرر في النسخة فهذا يدل على ضعف النسخة. لماذا؟ لأنه يدل أن الناسخ يرسم كلمات رسما ولا يفهمها، يعني هو لا يعرف هل فإن هل هذه كلمة واحدة أو كلمتين، فإي فظنها كلمة والنون ظنها كلمة أخرى. كما قلت لكم لو واحد يعرف الحرف اللاتيني ولكن أنا أنسخ مثلا لغة إسبانية لا أعرف منها شيء، فأنا مجرد ناقل لي نعم رسم ليس كتابة هذا، لكن مرة مرتين هذا نتساهل فيه، أما إن تكرر فيكون عندي إشكالية في النسخة. نعم. هذا أول وآخر مرة يعني لا أذكر الآن أظن، لكن قليل يعني هنا. نعم.
فإن لم تكن تراه فإنه يراك. التوحيد هو أن تشهد أنه تعالى واحد قديم أزلي لا شريك له ولا مثل له، وليس بجسم ولا صورة ولا جوهر ولا عرض ولا مشبه بشيء، ولكن كتبه لمشبتنا. نعم، انظروا، ولا مشبه، هذه شدة، مشبه، وضع هو نقطتين، يعني جعلها تاء مربوطة، لكن هذا خطأ واضح، لذلك مباشرة هو أصلحها في القراءة، ولا مشبه. انظروا، يعني وهو يقرأ العقل يعطيه احتمالات. ممكن أن نقرأ هذا ولا يشبه بشيء أو لا. لا، لأنه الميم من الأسفل جاءت. نعم. مشبه. وأيضا ولا يشبه شيئا يكون، لكن بشيء إذن هذا لابد يكون جملة اسمية، ولا مشبه بشيء. ونشير أيضا إلى لا، أيضا فرق تاء مربوطة هاء لا نشير إليه إلا إذا كان له احتمال، يعني يمكن أن يصح بطريقة معينة فنثبته. ولا يتمكن بمكان، ولكن في نسخة متمكن. ولا يتمكن في نسخة. إذن عندكم يعني في الأصل ولا متمكن بمكان، صحيح؟ هذا في النسخة الأصل التي يعني نسخنا في الورقة مع منها. لأن ولا متمكن هنا ولا يتمكن، إذا نضع هنا واحد، ماذا نكتب؟ لام ولا يتمكن. نحن كلمة بدل كلمة نضع كلمة، لكن أنا لماذا أعيد ولا؟ إذا كان هناك حرف نفي من الأفضل أن تعيده حتى لا يفهم أن الفرق في نفي وإثبات. نعم، يعني بعض الناس مثلا يكون لا يجوز، يكتب في الأسفل تجوز، يعني هل الفرق ولا تجوز أو الفرق ولا يجوز تجوز؟ يعني لأنه يعني يختلط على القارئ، لذلك هنا الأفضل أعيد حرف النفي حتى أقول للقارئ أنا الآن الفرق عندي ليس مسألة نفي وإثبات، لا هو نفي نفي، الفرق عندي في الميم والياء. نعم. ولا بمحدود بحد منزه عن الحركة والسكون. ولا محدود، وهي ميم يعني، لكن جاءت عليها أظن هذا من التصوير الإلكتروني، يعني ضوء جعل مثل فراغ. ولا محدود بحد منزه عن الحركة والسكون، الحكمة عن الحركة، الحركة هي تشبه الحكمة لأنه وصلها، ولكن سكون يناسب حركة. هذا مهم، الهمزة قديما كانوا يكتبونها بطرق مختلفة، في كثير من المخطوطات يسقطونها، في بعضها يكتبونها ولكن بغير الطريقة المعروفة اليوم. نحن نكتب الهمزة بالطريقة المعروفة اليوم ولا نشير إلى الفرق، هذا ليس فرق يعني. نعم، مبرأ كما كتب مبرأ، هكذا كانوا يكتبون. نعم، نحن نكتبها اليوم هكذا مبرأ. نعم. عندكم في الأرض، في السماوات، في
مثقال ذرة في عفوا في السماوات والأرض. نعم. طيب هنا مثقال ذرة، إذن نجمعه في فرق واحد، نضع هنا الفرق رقم اثنين ونكتب لام. كيف لام؟ في الأرض ولا في السماء. في الأرض ولا في السماء. من أين بدأ الفرق؟ يعني في السماء. فأعيد كلمة كلمتين حتى يفهم، فأقول مثقال ذرة حتى القارئ يفهم من أين بدأ الفرق. نعم، مثقال ذرة، مثقال ذرة في السماوات والأرض، في الأرض ولا في السماء. ولا يقدر أحد من الجن والإنس والملائكة بتحريك شيء من الأشياء بدون إرادة الله تعالى. فاعلم أن الله تعالى لم يزل ولا يزال من أسمائه. فاعلم، إذن فاعلم نضع ثلاث ونقول لام واعلم. صحيح؟ نعم واعلم. بالعكس عفوا، عندكم في المتن واعلم، نعم، وفي لام فاعلم. نعم. فاعلم أن الله تعالى لم يزل ولا يزال بأسمائه السنية وصفاته الذاتية والعقلية. أما الذاتية فعلية، وصفاته الذاتية والعقلية. وصفاته الذاتية هنا والعقلية، والعقلية. فأيضا نضع أربعة، نقول لام والفعلية. نعم، الذاتية والعقلية هنا والفعلية. نعم. يعني في الأسفل كتبوا أن الفعلية. يعني نعم. وطبعا كما ترون العين والقاف فاعين، يعني الحروف متشابهة، فلذلك حصل عنده خطأ الناسخ. انظر، أما الذاتية كالحياة يكتبونها كالحيوة. أيضا هذا الطريقة القديمة، يكتبون الألف على صورتها في أصل الجذر، يعني الصلاة صلوة، الزكاة زكوة، حياة حيوة. فنحن نرسم بالرسم الحديث الآن، وهذا ليس فرق، لا ننبه عليه. نعم، لأنه هذا ليس فرق، يعني ليس اختلاف قراءة. الآن لو الناسخ يقرأ بالصوت سيقرأ كالحياة، ونحن لو نكتب بالكتابة الحديثة سنقرأ كالحياة. إذن ليس بيني وبينه فرق، قراءتي وقراءته واحدة. لكن العقلية، لو الناسخ يقرأ ماذا سيقرأ؟ العقلية. لكن نحن ماذا سنقرأ هنا؟ الفعلية. هذا فرق، يعني الفرق هو اختلاف النطق. أما رسم الهمزة مثلا، مبرا، لا أحد يقرأ مبرا، مبرا هذه سيقرأها هو في عصره، ونحن سنقرأ هذا مبرا أيضا في عصره. الأربع الهامش أربع صار فعلية. نعم. في العكس عفوا. نعم، إذن هنا والفعلية. وهنا والعقلية. نعم. في مثل كلمة مبرأ نكتبه على عادتنا اليوم. على عادتنا اليوم، يعني في الهمزات، في الواو والألف، هذه الأشياء، هذا ليس اختلاف نطق، هذا اختلاف رسم بحسب العصر، فهذا لا ننبه إليه. كالحياة والقدرة والعلم والكلام والسمع والبصر والإرادة والمشيئة. مثلا هذا من الفرق الهمزة. المشيئة هم لا يرسمون الهمزة فتسمى المشيئة. نعم، نحن نرسمها. وأما الفعلية
هنا من ذكر يد والنفس. عندكم يد أو اليد؟ هذا أول فرق، من ذكر اليد والنفس. بعد اليد يوجد أنا والوجه. ويوجد والوجه، اليد والوجه والنفس. إذن عندكم اليد، ذكر اليد والوجه والنفس. بدون الإفلام من ذكر يد عندكم. نعم، فهنا نضع تعليق بعد النفس نضعه. نعم، فنقول لام خمسة. كيف نكتب؟ كيف نكتب؟ ذكر يد والنفس. لاحظوا هنا الوجه ساقط، هنا أسقطنا اليد يد، فكررنا ذكر وكررنا النفس حتى يفهم الفرق، لأن الفرق اليد يد. تمام، كيف سأقول سقط الوجه؟ أيضا سأعطي الكلمة التي بعدها والنفس مباشرة، يد والنفس، هنا اليد والوجه والنفس، فكررت كلمة قبل وكلمة بعد حتى يفهم الفرق. نعم، أحيانا تكتفي كلمة بدل كلمة، لكن أحيانا تحتاج تعيد كلمة قبل كلمة بعد حتى يفهم. إلا هذا عندكم لا أصلا، أنا إذن أضع لا ونضع عليه ستة، نقول لام إلا. نعم، شمول، لا شمول لغيرها. انظروا أن عندكم يد، ولكن هنا يدل. نعم، طبعا أن يد الله، لأنه يتكلم عن اليد هو، فيد الله، لكن هنا كتبها يدل. إذن عند كلمة يد أن يد، نعم، نضع سبعة، فنقول لام أن يدل. نعم، هنا يعني لو ما كررت أن يجوز، يعني يد يدل أيضا يفهم، أن يد أن يدل يفهم، يعني هنا تكرار أن ليس مهم كثيرا، لو كررته يجوز، لو أسقطته يجوز. طيب، سنكفي من هذه النسخة، ننتقل إلى نسخة أخرى من نفس المخطوطة، فبعد الاستراحة سنعود من بداية النص، لكن نقابل على النسخة، على نسخة ثانية. نعم، سنقابل مثلا على هذه النسخة مراد بخاري. نعم، نقف للاستراحة ونتابع إن شاء الله بعد قليل.